مالية رايح جاي. إذن حتى الفيلم اللي كسب 22 مليون جنيه، على فكرة 22 مليون جنيه مش بتوزيع الفيديو بس سينما، توزيع الفيديو والتوزيع في البلدان العربية الأخرى دي إيرادات تانية ما جاتش في 22 مليون. ما شاء الله طبعا، ومبروك على المنتج. وفي حدوتة صغيرة كده لما جم يعملوا فيلم إسماعيلية رايح جاي، طبعا مكتوب في التتر إن الفيلم فكرة محمد فؤاد. على فكرة الأمانة بتحتم عليا إن أنا أقول محمد فؤاد اتصل كعادته بدماثة خلق اتعودنا عليها منه، وصوته كان باين من التليفون وقال مش قادر أبقى وسطكم زي ما وعدت، درجة حرارته 40 وأنا يعني بقول له ألف سلام عليك يا محمد، وكمان هنا في الصالة الناس بتقول لك ألف سلام عليك. كنا نتمنى تكون معانا النهاردة وتحلي القعدة، ولكن انت وعدت انك هتكون معانا على الشاشة وتتفرج من اول لحظة حتى اخر لحظة، يعني كل الكلام اذا كان معاك اذا كان ضدك اذا كان في اي ملحوظة هتسمعها. طبعا عندنا ضيوف اعزاء معانا في الفيلم. ارجع للحدوتة، محمد فؤاد عمل فكرة، جه المؤلف والسيناريست الشاب احمد البيه صاغها، وكريم ضياء الدين كان اسند اليه الاخراج، والمنتج هو حسن ابراهيم. كان فاضل اسبوع واحد في تصوير الفيلم ويخلص خلاص ويبقى جاهز انه يعد حتى يعرض للمشاهدين. الفلوس خلصت، الفيلم وقف لمده 8 اشهر من غير ما يكمل على اسبوع تصوير. كانت مشكله كبيره، واضطروا ان هم يستعين باي حد من المنتجين او الموزعين ان هو يكمل ميزانيه الفيلم عشان يمكنه انه يعرضه. وعلى ذمة أحد صناع الفيلم قال لي كل ما نروح بالفيلم لحد يقول بس محمد فؤاد وحنان ترك ومحمد هنيدي وخالد انتوا كلهم شباب، مفيش كده اسم تقيل يسند. كل منتج قدموا له الفيلم قد كده وكلهم رفضوا، إلى أن وصل الفيلم للمنتج محمد حسن رمزي وقال أنا هكمل، أنا هكمل معاكم إسماعيلية رايح جاي. وكانت فاتحة خير على حسن ابراهيم المنتج ومحمد حسن رمزي، وانتهى الفيلم وكسر الدنيا زي ما بيقولوا. يعني بالرغم من تعثر بدايته كانت النهايه مشرقه على الاقل ماديا. عارفين مين حسن ابراهيم المنتج؟ عارفين حسن الابن الاكبر اللي في الفيلم في الاسره؟ اخو محمد فؤاد واخو خالد النبوي، حسن ابراهيم منتج الفيلم هو الممثل الذي قام بدور الابن الاكبر، وبرده كان اسمه حسن في الفيلم. حسين، كان اسمه حسين في الفيلم. طيب، على العموم ما تعودتش افضل اتكلم لوحدي، لازم تكون القاعة منورة بصناع سينما والكراسي بتنتظر الضيوف الذين سيتحدثون وهنناقشهم، وهيكون لنا أكثر من لقاء معاكم في الصالة. اللي عايز يسأل، يعلق، يبدي وجهة نظر، وأيضاً اللي معانا في أمريكا، في أستراليا، في الشرق الأوسط، وفي كل مكان تصل إليه إشارة أو سيجنال AFP قناة الأفلام. شكرا. طيب خلينا نبدأ من المؤلف، المؤلف والسيناريست أحمد البي معانا الليلة. تفضل يا أحمد، تفضل. أحمد البي مؤلف شاب.